بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن ابن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. ومنها وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومنها وجود ماء رقيق. منها يعني من الأمور التي توجب الاغتسال، وجود ماء رقيق بعد الانتباه من النوم ولم يتذكر احتلاما، ولم يتذكر احتلاما عندهما، عند سيد أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، خلافا لأبي يوسف، خلافا لأبي يوسف. يعني أبو يوسف يرى أنه لو وجد ماء رقيقا بعد النوم ولم يتذكر احتلاما لا يجب عليه الاغتسال، لا يجب عليه الاغتسال. طبعا قالوا محل الخلاف، محل الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف، محل الخلاف فيما إذا شك أن هذا الماء الرقيق الذي وجده بعد الانتباه من النوم هل هو مني أو مذي، أو شك أن هذا الماء الرقيق هل هو مني أو ودي، حصل عنده شك ما تبين، ولم يتذكر احتلاما، لأن الاحتلام هو الذي يرجح كفة كون هذا الماء الرقيق إما أن يكون منيا أو أن يكون وديا أو مذيا، فلم يتذكر احتلاما، لم يتذكر احتلاما، عدم المرجح. ما هو الحكم؟ عند أبي حنيفة ومحمد يجب عليه الاغتسال، وعند أبي يوسف لا يجب عليه الاغتسال. أما لو غلب على ظنه، لو غلب على ظنه أنه مذي، أو غلب على ظنه أنه ودي، ما الحكم؟ طبعا لا يجب عليه الاغتسال باتفاق، لا يجب عليه. يعني إذا إنسان غلب على ظنه أن هذا الماء الرقيق الذي في ثوبه هو ودي أو مذي، ما الحكم؟ لا يجب عليه الاغتسال، وهذا بالاتفاق. أما متى كان الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف؟ فيما لو شك هذا الماء الموجود هل هو مذي أو مني، وما لا يوجد مرجح، لأن المرجح هو الاحتلام، فلم يتذكر احتلامان، قال يجب عليه الاغتسال عند الإمام أبي حنيفة ومحمد ولا يجب عند أبي يوسف. قال: وبقوله، بقول أبي يوسف أخذ خلف ابن أيوب وأبو الليث، يعني السمرقندي، كلاهما أخذ بقول أبي يوسف. لماذا؟ قال: لأنه مذي حيث لم يتذكر احتلاما. قال: وهو الأقيس، يعني وهو الأقرب إلى القياس، قول أبي يوسف الأقرب للقياس لأنه لم يتذكر احتلاما، وعند فقد المرجح يعني لا يجب، لا يجب الاغتسال. أما الصاحبان أبو حنيفة ومحمد بنوا الوجوب على الاحتياط، على الاحتياط، وكما سيأتي معنا أيضا بدليل، يعني استدلوا على هذا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه، أن الرجل يعني يجد البلل، يجد البلل في ثيابه ولم يتذكر احتلاما، ما الحكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يغتسل. قال: ولهما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما، قال: يغتسل. ولأن النوم راحة تهيج الشهوة، وقد يرق المني لعارض
لمرض مثلا في نفسه، في هو شخص في في صحته مثلا، أو لطعام أكله سبب رقة هذا الماء. والاحتياط لازم في باب العبادات، لذلك يجب عليه الاغتسال. صار عندنا إذن ثلاث مرجحات: حديث واحتمال رقة المني والاحتياط. وهذا إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم، لأن الانتشار سبب للمذي، فيحال عليه، فيحال وجود هذا الماء الرقيق إلى الانتشار الذي يخرج بسببه المذي، فنقول بأن هذا مذي. ليه؟ صار عندنا الآن مرجح. ما هو المرجح؟ كون الذكر قبل أن ينام الإنسان منتشرا، وانتشار غالبا يخرج منه المذي. مولانا ممكن سؤال؟ تفضل. عن حديث هنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، هذا البلل يقصد منه المنية أم مطلق البلل؟ انتبه مولانا، احنا قلنا وجد بللا وهو لا يعرف هذا البلل هل هو مني أم مذي أو ودي، هو لا يعرف. فلذلك سأل هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يجد بللا ولا يعرف ماهيته، هل هو مني أو مذي أو ودي، ماذا يفعل؟ قال يغتسل. شكرا سيدي. قال: ولو وجد الزوجان، ولو وجد الزوجان بينهما، لو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر، يعني دون أن يتذكر أحدهما أنه احتلم، ما حصل جماع بينهما، فوجدا على فراشهما ماء، ولم تتذكر الزوجة ولم يتذكر الرجل احتلاما، قال دون تذكر يعني الاحتلام، ومميز يميز هذا الماء هل هو ماء رجل أم ماء امرأة، ومميز بغلظ ورقة وبياض وصفرة وطول للذكر طبعا وعرض للأنثى، ما الحكم؟ قال لزيمهما الغسل في الصحيح احتياطا، يزيمهما الغسل احتياطا. هذا إذا لم يتذكر أحدهما احتلاما، أما إذا تذكر واحد منهما احتلاما وجب عليه الغسل دون الآخر، يعني وجب الغسل على الذي تذكر احتلاما. أو لو وجدت علامة، لو وجد مثلا علامة وكان هذا الماء مثلا أبيض، فعلمنا أن هذا الماء من الرجل فيجب عليه الاغتسال دونها. وجدنا هذا الماء كان شكله عريضا، علمنا أن هذا الماء من المرأة فيجب الغسل عليها دون الرجل. طبعا محل هذه المسألة أحبابنا كما قال فقهاؤنا ما لم يكن نام على الفراش غير الزوجين قبلهما. أما لو نام على هذا الفراش غير الزوجين قبلهما وكان الماء جافا يابسا الظاهر أنه لا يجب الغسل على واحد منهما، لاحتمال أن يكون هذا الماء قد خرج من ذاك الذي نام قبلهما. واضح الكلام إن شاء الله. الآن الشيخ ماذا قال؟ قال ولو وجد الزوجان بينهما، وجد الزوجان بينهما، قيد الزوجان، هل هذا قيد احترازي؟ قيد احترازي بحيث يخرج غيرهما، بحيث يخرج غيرهما، بمعنى أنه لو نام اثنان غير الزوجين فوجد بينهما وجدا بينهما ماء، هل لهذين الاثنين نفس الحكم أم هو هذا القيد قيد اتفاقي
إذن هل هذا القيد اتفاقي أم قيد احترازي؟ يقول الشيخ ابن عابدين رحمه الله: الظاهر أن هذا قيد اتفاقي، وعليه يعطى غير الزوجين نفس الحكم. يعني هذا السرير ينام عليه دائما أحمد ومحمد، في يوم من الأيام وجدا ماء، ماء يجدا إيش؟ ماء على هذا السرير، من أحمد أم من محمد ما نعرف الآن، لا نعرف، ولا يوجد الآن مميز يميز بينهما. يجب الغسل عليهما احتياطا. فإذا نام على هذا الفراش قبلهما غيرهما لا يجب عليهما. واضح الكلام؟ طبعا بعض فقهائنا قال لا، هذا قيد احترازي وليس اتفاقي. ليه احترازي؟ قال لأن لو كان امرأتان، لو كان النائم امرأتين أو ذكرين، لا يوجد مميز يميز الماء هل هو ماء أحمد أو محمد أو زينب أو هند، فلذلك هذا قيد احترازي. على كل يعني فيها خلاف المسألة، والله أعلم. فهمنا أحبابنا؟ إلى الآن في سؤال في هذه المسألة حتى ننتقل إلى غيرها؟ طيب نعم. معنى بغلط مميز بغلط. يا أخي ذكرت هذا الكلام، قلت بغلظ، يعني ذكرنا هذا الكلام، ذكرناه في درس سابق. يعني دكتور بغلط لا بالضاء نقطة يا أخي، سقطت النقطة أثناء الطباعة، هربت يعني هربت النقطة يعني، وعندي مكتوب بغلظ. ومنها وجود بلل ظنه منيا، انتبه، ظنه بعد إفاقته من سكر، وبعد إفاقته من إغماء، ما الحكم؟ يجب عليه الاغتسال احتياطا. ويفترض قد يقول قائل يعني معقول الإنسان يسكر ويهتم لموضوع غسل أو غير غسل؟ نقول يا أخي قد يكون قد سكر بمباح، قد سكر بمباح، فنحسن الظن دائما يعني بالمسلمين. قال: ويفترض كذلك الاغتسال يفترض بحيض للنص. طبعا قلنا بحيض يعني بانقطاع الحيض، بحيض بانقطاع الحيض، ويفترض بحيض للنص ونفاس للإجماع. الحيض ثبت بالنص، أما النفاس الاغتسال منه قالوا ثبت بالإجماع، ثبت بالإجماع. ويفترض الاغتسال بانقطاع حيض للنص ونفاس بعد الطهر من نجاستهما بالانقطاع إجماعا. ويفترض الغسل بالموجبات، يفترض الغسل بالموجبات يعني بسبب الموجبات، بسبب الموجبات، لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح، لبقاء صفة الجنابة، لبقاء صفة الجنابة ونحوها من حيض ونفاس، يعني لبقاء صفة الجنابة ونحوها، نحو الجنابة الحيض والنفاس بعد الإسلام، يعني لبقاء، معنى قولي ماذا يعني قوله لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام؟ يعني الأحكام المترتبة على الجنابة والأحكام المترتبة على الحيض والأحكام المترتبة على النفاس، هذه تبقى بعد الإسلام، هذه تبقى بعد الإسلام. فلو أن امرأة صليبية حاضت، فلما انتهت من الحيض لم تغتسل، هي عندنا الغسل لا يحتاج إلى نية، فالمرأة ولم تغتسل أسلمت، يجب عليها، يفترض عليها الاغتسال، لأن الأحكام المترتبة على الحيض
وهي المنع من الصلاة وقراءة القرآن، هي ما زالت ثابتة في حقها. أما لو أنها انقطع دم حيض المرأة الصليبية هذه واغتسلت للنظافة، اغتسلت هي للنظافة ثم أسلمت، لا يجب عليها الاغتسال لأن الحدث قد ارتفع عنها، لأن النية عندنا سنة لا تشترط النية. فإذا يفترض الغسل بالموجبات لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام، ولا يمكن أداء المشروط، ولا يمكن أداء المشروط من الصلاة ونحوها، من الصلاة ونحوها. ما هو نحو الصلاة؟ سجدة التلاوة وسجدة الشكر. فلا يمكن أداء المشروط الذي هو الصلاة بزوال الجنابة وبزوال حيض وبزوال نفاس إلا بالغسل. لا يمكن أداء المشروط الذي هو الصلاة، سجدة تلاوة، سجدة شكر، بعد زوال الجنابة وبعد عفوا، لا يمكن أداء هذه إلا بزوال، إلا برفع الجنابة، ولا برفع الحدث من الحيض والنفاس، وهذا لا يكون إلا بالغسل. قال ولا يمكن أداء المشروط من الصلاة ونحوها بزوال الجنابة وما في معناها، وما في معنى الجنابة يعني من حيض ونفاس، إلا به، إلا بالغسل. فيفترض الغسل يعني عليه لكونه مسلما، يفترض عليه على الجنب أو على المكلف، إذا قلنا على المكلف لكونه مسلما مكلفا بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها. مكلف بماذا؟ إيش؟ مكلفا بالطهارة بآية الوضوء، مكلفا بآية الوضوء، مكلفا بسبب آية الوضوء. قال ويفترض تغسيل الميت المسلم الذي لا جناية منه، لا جناية منه، لا مسقطة لغسله أو لغسله. هناك جناية، قد يكون الميت جانيا جناية تسقط غسله، كأن يكون من البغاة الذين خرجوا على الحاكم الإمام العدل، خرجوا بغير حق، خرجوا بغير حق فقتلوا أثناء المعركة. ما الحكم؟ لا يغسلون من باب الزجر كي ينزجر غيرهم عن هذا الفعل. ويفترض تغسيل الميت المسلم الذي لا جناية منه مسقطة لغسله كفاية. الافتراض إذن يفترض التغسيل كفاية، فرض تغسيل الميت كفاية. قال وسنذكر تمامه في محله إن شاء الله تعالى. وكذلك أحبابنا، كذلك إيه نعم، هو الشيخنا لو قال يفترض تغسيل الميت المسلم الذي لا يوجد سبب أو علة مسقطة لكان أولى. ليه؟ لأن الشهيد لا يغسل عندنا، الشهيد لا يغسل وليس ولا جناية عليه. فلو قال الشيخ ويفترض تغسيل الميت المسلم الذي عدمت علة مسقطة لغسله كان أولى، والله تعالى أعلم، لأن الشهيد كما قلنا لا يغسل، الشهادة علة مكرمة وليست جناية، كما أن البغي جناية مسقطة للغسل، ولكن إسقاط الغسل عن الشهيد تكريما وتعظيما، وإسقاط الغسل عن البغاة زجرا وإهانة. نعم تفضل، مين في سؤال أحبابنا؟ أستاذ عفوا، عندي مكتوب جنابة. لا أصلح، جناية أخي، جناية.
جناية وليس جنابة. الجنابة لا تسقط الغسل بل تؤكد، الجنابة لا تسقط الغسل بل تؤكد وجوب الغسل. ثم قال: فصل في بيان الأشياء التي لا يغتسل منها. عشرة أشياء لا يغتسل منها. قال: مذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة، وسكون الذال المعجمة وكسرها، يعني تقول مذي ومذي، يعني إذا كسرت الذال لابد أن تشدد الياء، أما إذا سكنتها لا حاجة، لا حاجة، أو نقول لا الكسر مذي، مذي الكسر مع التخفيف، لا ليس ليس لا لا, لا ليس ليس مع التشديد، مذي مذي بسكون الذال المعجمة، أي نعم، وكسرها كلاهما مع تخفيف الياء، كلاهما مع تخفيف الياء، أي نعم، كلاهما مع تخفيف الياء، مذي ومذي. قال: وهو يعني المذي ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق، يخرج عند شهوة، يخرج عند الشهوة لا بشهوة. إيش يعني عند شهوة لا بشهوة؟ يعني قلنا في المرة الماضية أحبابنا أن المراد بالشهوة اللذة، قلنا المني يخرج بشهوة يعني بلذة، أما المذي فيخرج عند ثوران الشهوة وليس عند حصول الشهوة، عند ثورانها، عند هيجانها، لذلك قال يخرج عند مداعبة الرجل زوجته، فلذلك لا يحس الإنسان بخروجه، لا يشعر الإنسان بخروج هذا الماء، يخرج عند شهوة لا بشهوة، فهمنا يعني إيش عند شهوة لا بشهوة. قال: ولا دفق، يخرج هكذا دون شعور كما قلنا، ولا يعقبه فتور. فهذه هي الفروق بين المذي وبين المني، المني يخرج بشهوة وبدفق ويفتر وينكسر الذكر بعده غالبا، أما المذي لا، ما يحصل، هذه الأمور كلها لا تحصل، والمذي سائل شفاف رقيق، أما المذي سائل أبيض غليظ. قال: ربما لا يحس بخروجه، لا يحس يعني المبتلى، أو لا يحس، لا يشعر بخروجه. وهو يعني المذي أغلب في النساء من الرجال، يعني يخرج عند النساء بكثرة أكثر من خروجه عند الرجل، ويسمى في جانب النساء قذى بفتح القاف والدال والذال والدال المعجمة أو الذال المعجمة، خطأ الدال، والذال أو الدال المعجمة، يصح الدال المعجمة يعني المنقوطة. ومنه ودي، ولا ومنها ودي، إيش يعني ومنها أحبابنا؟ يعني الأشياء التي لا يغتسل منها، ودي بإسكان الدال المهملة غير المنقوطة وتخفيف الياء. وهو ماء أبيض، الودي ماء أبيض كدر، ماء أبيض كدر يعني فيه عكر، فيه عكر، ربما يميل إلى الصفرة أحيانا، ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له، يعقب البول، يخرج عقيب البول، وقد يسبقه، قد يسبق البول، قد يسبق البول، يخرج يعني بقطرة، قطرتين لزج، فيه إيش؟ فيه شيء من اللزوجة، فيه شيء من اللزوجة. وقد يسبقه، قال يعقب البول وقد يسبقه. أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي، لا يجب
يعني الاغتسال بخروج المذي والودي. هلا قد يقول قائل، طبعا الخروج الودي أحبابنا ماذا يوجب؟ خروج الودي يوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال. الشيخ ماذا قال؟ قال يعقب البول، يخرج عقيب البول. فرب قائل الآن يقول ما فائدة، ما هي الفائدة من وجوب الوضوء من الودي إذا كان يخرج، الودي عقيب البول؟ فلماذا قال الفقهاء يجب الوضوء من الودي؟ ليه؟ قال انتبه، الشيخ أشار فقال وقد يسبقه، يعني قد يخرج الودي أحيانا من الإنسان بدون بول، يحمل شيء ثقيل، وهذا يحصل لا سيما قبل البلوغ، يحصل بكثرة عند بعض الذكور قبيل البلوغ، يحمل فيشعر بأن شيئا خرج منه فينظر فإذا هو شيء لزج، هذا هو الودي، فهذا ناقض للوضوء. وكذلك تظهر فائدة قولهم بأن الودي ينقض الوضوء ولا يوجب الاغتسال فيما لو أنه خرج من إنسان مصاب، نسأل الله لنا ولكم دوام العافية والسلامة، مصاب بسلس البول، فخرج منه ودي، ما الحكم؟ ينتقض الوضوء بالودي لا بالبول، كما ينتقض الوضوء من به سلس بول بخروج المذي، فالمذي والودي كل منهما ناقض للوضوء بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول. إلى هنا أحبابنا، في سؤال تفضل. الودي لا علاقة له بالشهوة؟ لا علاقة له، قد تحمل شيئا ثقيلا، وهذا غالبا يخرج الودي عند التعب أو عند حمل شيء ثقيل. الله. قال ومنها من الأشياء التي لا يغتسل بسببها، لا بسبب الاغتسال، احتلام بلا بلل، يعني كما ذكرنا أظن في درس سابق لكم أو لغيركم، إنسان أو امرأة، رجل أو ذكر أو أنثى، رأى في المنام أنه جامع وخرج منه الماء وشعر في لذة إلى آخره، أو شعرت ورأت الماء خرج منها في المنام، فاستيقظت أو استيقظ نظر فلم يجد شيئا، ما الحكم؟ لا غسل لا عليه ولا عليها، الحكم سيان في المرأة والرجل، هذا الصحيح المعتمد وهو ظاهر الرواية، وهو قول سيدي أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. إلا أن الإمام محمد ماذا قال؟ قال لا، يجب الاغتسال احتياطا إذا تذكر الرجل أو المرأة احتلاما، ولم يرى بللا، قال يجب الاغتسال احتياطا. ولكن الدليل لسيد أبي حنيفة أظهر، وهو حديث أم سلمة، نعم، قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الحديث، قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل صليتم على النبي أحبابنا؟ هل قلتم كلكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله، انظر إلى أدب أم سليم، انظر إلى أدبها، يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. إيه نعم تفضلي ما شاء الله، ما هو المطلوب؟ تعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال رضي، يعني فرح، رحم الله، هكذا قال، رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من السؤال عن أمور دينهن. انظر
كيف أثبت لهن الحياء، أثبت لهن الحياء، لم يمنعهن حياؤهن. انظر، فأم سليم قالت النبي عليه الصلاة والسلام: فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. نعم. فالآن قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها وولدها. وفي رواية، أظن عن الحديث الرواية الثانية، رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت، يعني خاطبت أم سليم وقالت: لقد فضحت النساء يا أم سليم، فضحت النساء يا أم سليم. إذن نلاحظ أحبابنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد وجوب الغسل بماذا؟ بالرؤية. نعم بالرؤية. لا هكذا إذا رأيت. يقول الكمال، ابن الهمام: المراد بالرؤية في هذا الحديث الذي استدل به سيد أبو حنيفة رحمه الله، المراد بالرؤية هنا العلم، سواء اتصلت به رؤية البصر أو لم تتصل به رؤية البصر. إذن المراد بالرؤية قال الكمال هنا العلم، سواء اتصلت بهذا العلم رؤية البصر أو لم تتصل به رؤية البصر. سأتكلم أتابع الكلام. فإن تيقنت المرأة الإنزال بعد الاستيقاظ، تيقن الإنزال بعدما الاستيقاظ، ثم جف ولم ترى، قلنا ماء المرأة رقيق فقد يجف فلا ترى له أثرا، ولكنها هي تيقنت أنه خرج منها شيء بعدما احتلمت ولكنها ما رأت شيئا، ما الحكم؟ قال: يجب عليها الغسل بالاتفاق. واضح؟ انظر كلام الكمال هنا أحبابنا في غاية الدقة وغاية الفهم. قال: المراد بالرؤية في حديث أم سلمة الذي ذكرته لكم الآن، المراد به العلم، سواء اتصل بالعلم رؤية بصرية أو لم يتصل. وعليه من تيقنت الإنزال، تذكرت احتلاما وتيقنت إنزالا، ثم بعد الاستيقاظ نظرت فلم ترى شيئا، ما الحكم؟ قال: لا يسع أحدا القول بعدم الغسل مع أنها لم ترى شيئا ببصرها. فهمنا أحبابنا؟ لابد من فهم هذه المسألة، لأنكم ستسألون في قادم الأيام كثيرا عن مثل هذه المسائل، فلا بد أن يكون الجواب حاضرا في الذهن. قال: ومنها أيضا ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح. الأصل أن المرأة إذا ولدت أن يخرج منها دم النفاس، فأي امرأة ولدت ولم يخرج منها دم أبدا، ما الحكم؟ قال: لا يجب عليها الاغتسال. وهذا قول الصاحبين، إلا أن سيدي أبا حنيفة رحمه الله قال: يجب عليها الغسل احتياطا. ليه؟ قال: لأن لابد، يعني الغالب ألا تخلو الولادة ولو عن قليل دم، فلعله يوجد قليل دم هي لم تره، فيجب الاغتسال احتياطا. ولكن ظاهر الرواية والصحيح عدم وجوب الاغتسال. قال: منها ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح، وهو قولهما، قول الصاحبين، لعدم النفاس، لأن النفاس متعلق، سيأتي معنا عندما نعرف النفاس. النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة. طيب الآن ما في دم، إذن ما في نفاس. وقال الإمام: عليها الغسل احتياطا لعدم خلوها عن قليل دم ظاهرا كما تقدم.
ومنها من الأشياء التي لا توجب الاغتسال إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة على الأصح، وقدمنا لزوم الغسل به احتياطا، يعني تحدثنا عنه في الدرس السابق وما في حاجة أن نعيد هذا الكلام. ومنها حقنة، معروف الحقن أحبابنا، أكثر من مرة مثلنا لكم بالحقن، لحنمثل كمان مرة ثانية حتى ما يشكل لنا. الحقن هكذا تكون، هكذا تكون يعني ماذا نسميها هذه، عود أو ليس عود، مثقوب من الداخل، بلاستيك غالبا يكون هكذا، ففي آخره هنا هكذا يكون انتفاخ هكذا، أي نعم، من جلد، من جلد، فيوضع داخله دواء وتدخل هذه، تدخل في دبر الإنسان المبتلى بمرض في بطنه، ويدخل هذا الدواء من الدبر، فهذه هي الحقنة. هل توجب الاغتسال؟ طبعا لا توجب الاغتسال، هذا الإنسان لا يشعر فيها لا بمتعة ولا بلذة، بل يشعر بألم، يشعر بألم. قال منها حقنة لأنها لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة. ومنها إدخال أصبع ونحوه، إيه نعم، وكما قلنا في درس سابق، امرأة أو رجل ذهب للطبيب، أدخل الطبيب في أصبعه في دبره، أو أدخل جهازا ليفحص بعض العلل الموجودة، هذا كله لا يوجب الاغتسال. كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد في أحد السبيلين على المختار لقصور الشهوة، بل انعدام الشهوة، الشهوة غير موجودة. ومنها وطء بهيمة أو امرأة ميتة من غير إنزال مني لعدم كمال سببه، لعدم كمال سببه، ولا يغلب نزوله هنا ليقام مقامه، ليقام مقامه، يعني يقام الإيلاج مقام الإنزال، ولا يغلب نزوله نزول المني هنا حتى. من الأصل نحن أحبابنا قلنا في درس سابق أن الفقهاء قالوا يقام الإيلاج مقام الإنزال، ليه؟ لأن الإيلاج سبب الإنزال، والغالب هنا أن الإيلاج لا يكون سبب الإنزال، وبالتالي لا يقام السبب الذي هو الإيلاج هنا مقام المسبب، لا يقام، عفوا قلت السبب، لا يقام السبب مقام المسبب، السبب هو الإيلاج والمسبب هو الإنزال، فهنا السبب لا يقام مقام المسبب. لماذا؟ لأن هنا في العلاج في الميتة والبهيمة لا يحصل منه إنزال، لا يحصل منه إنزال، فإذا كان لا يحصل منه إنزال فلا يقام السبب مقام المسبب الذي هو الإنزال، فلا يجب الغسل إلا إذا أنزل، فيجب الغسل بالإنزال لا بالإيلاج، وذكرنا هذا في الدرس السابق أظن يعني. ومنها إصابة بكر، إصابة بكر لم تزل الإصابة بكارتها من غير إنزال، من غير إنزال، لأن البكارة تمنع التقاء الختانين. قال ولو دخل منيه فرجها، كأن يفاخذ يعني الرجل زوجته، فينزل منه الماء، ينزل منه الماء فيدخل إلى رحم زوجته بدون إيلاج، قال لا يجب كذلك الغسل. قال لا غسل عليها ما لم تحبل منه، لا ما لم تحبل منه. طيب ليه، لماذا قلنا ما لم تحبل منه؟ يقول السيد ابن عابدين رحمه الله، يقول لأن حبلها منه حينئذ يدل على أنها أنزلت، فيلزمها الغسل، فيلزمها الغسل. فإن كانت لم تغتسل من بعد هذه الفترة، شهرين مثلا، شكل 3 شهور على فرض، يجب عليها إعادة الصلوات تلك الفترة. طبعا امرأة لا تمكث امرأة هذه الفترة كلها بدون غسل، ولكن على فرض، على فرض زوجها فعل هذا ومكثت هكذا شهرا أو شهرين لم تغتسل، ثم ظهر أنها حامل، ما الحكم؟ الصلوات كلها تعاد. فهمنا أحبابنا؟ هي مسألة، وإن كانت، وإن كانت هذه
بعيدة الحصول، بعيدة الحصول، اي نعم. يعني على كل، على كل احبابنا، قال من الذي قال؟ لا ليس صاحب في الدر المختار، في الدر المختار، نعم، لما ذكر هذه المسألة ذكر وقال بأن الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا تعيد الصلوات التي قبل الغسل، نعم. ثم بعد ذلك قال هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ليه؟ لماذا فيه نظر؟ يقول صاحب الدر المختار قال لأن خروج الماء، خروج مائها، خروج مائها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل عليها، وهذا على المفتى به، ولم يوجد هذا الشرط، وبالتالي لا غسل عليها، وبالتالي لا غسل عليها، والله تعالى أعلم. يعني هذه مسألة يندر حصولها. ثم قال فصل لبيان فرائض الغسل. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. أحبابنا في سؤال؟ نعم مولانا، تفضل. هنا قال في الأول 10 أشياء وذكر 9. الله يهدي، فقط 9 ذكر؟ كيف هذا؟ ذكر 10 مولانا، 10. 10؟ نعم. والعاشر أنا ما فهمت العاشر. أيوة، أين العاشر؟ مولانا أو امرأة مولانا عندكم سأل عليها. أيوة تمام، بطء بهيمة أو امرأة. نعم مولانا. هاي 8 و 9 و 10. وصل الجواب يا شيخ؟ نعم، والحمد لله رب العالمين.